تتفاقم حالة حقوق الإنسان في اليمن كلما طال أمد الصراع وغابت آلية حماية المدنيين، وتتنوع أنماط الانتهاكات من قمع حرية التعبير إلى تعذيب المختطفين إلى الألغام الفردية المحظورة. وجعزونا من المدرسة أول سعدة، دربونا على المعدل والآلي والجي 3 و23 والبلق الرشاش، دربونا عليهن وبعد جلسنا هزه ودريان، ورجع قالوا لنا ادونا كتب خضر. على هامش الجلسة 38 لمجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن، يحضر اليمن الجريح مجددا على الطاولات العالمية في مجلس هو النافذة العالمية لمعرفة مستجدات الحالة الإنسانية في كوكب الأرض. استعراض دولي لحالة حقوق الإنسان في اليمن قدمت فيها جملة من التقارير الحقوقية، أبرزها تقرير الألغام وتقرير تجنيد الأطفال وانتهاكات الصحفيين. قدمت فيها أرقام، وخلف كل رقم تكمن روح إنسان تعرضت للانتهاك أو لفظ الأنفاس بفعل فاعل. لا توقعات عن مدى تأثير التقارير الحقوقية على الفاعل الدولي وإمكانية تحريكها للضمير الإنساني الذي بات معطوبا إذا ما تعلق الأمر بحالة حقوق الإنسان في اليمن وتحقق انحياز إنسان فاعل ينتصر للضحايا. بحسب منظمة العفو الدولية فإن 3 أعوام كاملة مرت على النزاع المسلح في اليمن الذي خلف ما يزيد عن 6,000 قتيل و10,000 جريح وأدى إلى نزح ما يزيد على 2,000,000، ويعاني اليمن إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أشار إلى أن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي قتلت 115 مدنيا بينهم 25 طفلا، وأصابت 92 آخرين بينهم 13 طفلا خلال 5 أشهر الأولى من العام الجاري. أشار التقرير أيضا إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في زرع الألغام حاليا في محافظة الحديدة. وقال التحالف في بيان سلمه لمجلس العموم البريطاني بشأن الأوضاع في الحديدة بشكل خاص واليمن بشكل عام، إن الطريقة الأسرع لإنهاء معاناة الشعب اليمني هي إنهاء الحرب واستعادة الحكومة التي تعمل على مصلحته في كافة أرجاء اليمن، وإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.